عسلامتكم الناس الكل، نحب نرحب بالجميع اللي اشتركوا وشجعوني، خليت لكم تعليقات في قناتكم. اليوم جبت لكم اكله سهله ومسانده الرسمي للبرد في تونس، نحبكم تجربوها وتعطوني رايكم في تعليقات من تحت. هيا تبعوا طريقه مليح وما تندموش. الوصفه هي انا خليت الدجاج العربي مغرفه ونص طماطم حكه مع نص مفروم، بصلة صغيرة مفرومة، وخضرة مخصوصة مكعبات، ربع كاس من الزيت النباتي كمية هذه، ملح حسب الذوق. وبالنسبة للتوابل، نصف ملعقة صغيرة من التوابل الكروية، نصف ملعقة من الفلفل الأحمر، نصف ملعقة من الكركم. أنا استعملت المقرونة هذه اللي هي الرشتة لكن مقطعة. أول حاجة نصب الزيت ومن بعد نحط طماطم والبصل المفروم والمعدنوس والدجاج، نخليهم يتقلاو شوية مع الماء ونصب كين الملح التوابل من بعد ما نصب الماء حتى ما يتحرقوش. هنا ناخذ كاس ماء دافي ونحركو شوية. ونحط الخضرة مكعبات وبعد ما صبينا الماء باش نحط التوابل متاعنا اللي هو الكركم والتابل والكروية وفلفل أحمر، نخليهم شوية يتقلوا في الماء، نغطوهم وتوا باش نمرق بالماء، نغطي اللحم نتاعي حتى يطيب. كما تشوفوا الكميه هذه تاع الماء، أنا استعملت أكثر من نصف الباكو متاع المقرونة. وتوا غلطت المرقة متاعنا باش نصب المقرونة
طيب معاها. ونحركوها حتى ما تلصقش. وكيف تقف على زيتها نرمش طار قرن فلفل أخضر، على خاطر الفلفل الأخضر في الآخر يزيد يبنن الماكلة. وبالطريقة هذه نقدموها. إن شاء الله عجبكم الفيديو اليوم، ونتقابلوا في فيديو جديد. إن شاء الله نهاركم زين.